استضافت نقابة المحامين الأردنيين أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي عقد في الفترة من الثاني وحتى الرابع من نوفمبر من العام الجاري. وانطلقت أعمال المكتب الدائم برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب تحت عنوان فلسطين القضية العادلة. وناقش الاتحاد عدداً من الموضوعات طبقاً لجدول الأعمال، والتي كان على رأسها سبل إيقاف الحرب على غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة، وكذلك التصدي بكل قوة لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. وخلال الاجتماع ألقى الأستاذ عبد الحليم علام رئيس الاتحاد كلمة وجه خلالها التحية للشعب الفلسطيني ورجال المقاومة، مؤكداً على أنهم رفعوا راية العزة والكرامة وأعادوا روح المقاومة إلى جسد الأمة العربية كلها. كما ندد رئيس اتحاد المحامين العرب بالمذابح الوحشية والمجازر البربرية التي ينفذها الاحتلال، ولم تسلم منها المساجد ولا الكنائس ولا المدارس ولا المستشفيات. كما أكد نقيب المحامين المصريين على أن مصر لن تسمح بأي مساس بحدودها، وأن جيشها على استعداد لمواجهة ذلك بكل القوة. وعلى هامش فعاليات أعمال المكتب الدائم، عقدت لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب ندوة قانونية بعنوان ملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. كما تم عقد ندوة أخرى بعنوان الوضع القانوني للقدس ودور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات من التهويد والتقسيم. وعقب انتهاء أعمال المكتب الدائم للاتحاد، نظم اتحاد المحامين العرب برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين المصريين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية بعمان للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.